اهلا بكم مشاهدينا الكرام اذا البدايه مع ابرز العناوين التي تصدرت الصفحه الاولى للجزيره نت هذا الصباح اكثر من ألف قتيل في العراق خلال شهر يناير الماضي بدا التصويت في انتخابات تايلاند وسط اضطرابات وانقاذ ألف شخص حاصرهم الجليد في صربيا 115 قتيلا في قصف بحلب وتقدم للمعارضه وطهران تتمسك بابحاث اجهزه الطرد المركزي وكهل تونسي يضرم النار في جسده. في صفحه المعرفه وتحت عنوان هذا يوم اخر من ايام تونس كتب راشد الغنوشي لا يمكن ان ينجح حوار في مناخات مدلهمه بالشكوك وانعدام الثقه بين الاطراف المتنازعه واعتماد خطاب سياسي واعلامي يشيطن الاخر ويحرض عليه ويسعى جاهدا لاقصائه وتدميره. يقول الغنوشي انه كان يمكن للنهضة ان تمضي مع حلفائها ومع المستقلين الى استكمال المسار الانتقالي ولكنه سيكون دستورا لبعض التونسيين وليس لجميعهم ويتعمقوا في الشرخ المجتمعي ثم ينقسم البلد، يشير في هذا المقال ايضا الى ان التوافقات المتوصل اليها هي اصيله وغير مغشوشه، بمعنى ان فيها ربحا لجميع التونسيين وان الطرف الاقوى هو من قدم تنازلات اكبر بما يجعل المعادله لا تتقوم بطرف رابح واخر خاسر، وانما الجميع هم رابحون على حد تعبيره. في صفحه تقارير وحوارات. أعد مراسل الجزيرة نت من مدينة القنيطرة السورية تقريراً تحت عنوان "الحر قرب الشريط الحدودي السوري الإسرائيلي" يسلط هذا التقرير الضوء على تحفظ النظام السوري عن استخدام اسلحته الجويه ضد كتائب المعارضه المقاتله قرب الشريط الحدودي، وايضا يسوق شهادات من مقاتلين في الجيش الحر الذي احرز تقدما في مدينه القنيطره الحدوديه، مفاد هذه الشهادات هو ان الجيش الاسرائيلي هو من يقوم بطلعات استطلاعيه فوق الاماكن التي انتزعها مقاتلو المعارضه. من النظام. في التقرير ايضا قصه يرويها احد قاده الويه المعارضه وهي عن جندي سوري نظامي فاجا الجميع عندما اطلق النار على دوريه اسرائيليه وانشق عن جيش النظام، فاسدى بذلك خدمتين لمقاتلي المعارضه، الاولى هي التحاقه بمقاتلي المعارضه والثانيه انه استفز الجيش الاسرائيلي الذي اطلق صاروخا على سريه النظام التي كان يعتبر من ضمنها. الآن إلى صفحة الأخبار الدولية واستعراض سريع لأبرز عناوينها، إذاً طهران تتمسك بأبحاث أجهزة الطرد المركزي، تعهد إقليمي بدعم القوة المنتشرة في افريقيا الوسطى، إيران تتسلم أول دفعة من أرصدتها المجمدة، معارضة أوكرانيا تحذر من تدخل الجيش، انطلاق حملات مرشحي الرئاسة في أفغانستان وخلافات بين روسيا والناتو في مؤتمر ميونخ. أخيرا في صفحة المنوعات حقق معمر فرنسي يبلغ من العمر مئة وعامين رقما قياسيا بعدما قطع بدراجته الهوائية سبعة وعشرين كيلو مترا في ساعة واحدة هو بذلك يحطم رقمه القياسي السابق عندما قطع أربعة وعشرين كيلو مترا ومئتين وخمسين مترا في ساعة واحدة أيضا الغريب أن المسن هذا واسمه روبرت مارشان كان قد أقلع عن رياضة ركوب الدراجات في سن العشرين ثم عاد إليها ولكن بعد أن مات كل الذين نصحوه بالتخلي عن هذه الرياضة تمنياتي لكم بالصحة والعافية دائما للمزيد عن هذه الأخبار زوروا الجزيرة دوت نت الآن عودة إليك مريم شكرا جزيلا لك محمد